بتستضيف مدينة العالمين الجديدة بطولة موتور ويك، وتقام سباقات السرعة للسيارات في الأسبوع السابع من مهرجان العالمين الجديدة من يوم 22 أغسطس وحتى يوم 28 أغسطس. موتور ويك بيتضمن 12 نوع مختلف من السباقات ضمن بطولة MIMC، واللي استمرت في تحقيق النجاح خلال عام 22 و 2023، وهيتم تأهيل المتسابقين للمنافسة في بطولة عمان الدولية، بالإضافة تنظيم رالي العالمين الدولي بمشاركة الاتحاد الدولي للسيارات. وبيشمل الحدث كمان معرض للسيارات والمراكب، بالإضافة للعديد من الفعاليات الجانبية زي أكبر موكب للسيارات في العالم محاولة لتحقيق رقم قياسي جديد. خلونا دلوقتي نروح للواء أمير يوسف عبر الزوم، رئيس مجلس إدارة إليت جروب، مؤسس فريق ألفا ريسينج. مساء الخير وأهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. ألفا ريسينج يعني هو في الحقيقة بطل جمهورية في سباقات الرالي المصرية والرياضات الصحراوية. تمام يا فندم. احكي لنا أكتر عن أبرز يعني المشاركات ليكم، وموتور ويك هيبقى عامل إزاي في مهرجان العالمين، بنتوقع إيه لكل محبي سباقات السيارات؟ احنا زي ما احنا عارفين موتور ويك السنه دي الدوره الثالثه ليه. الحقيقه الدورتين اللي فاتوا كانوا ناجحين جدا، بس السنه دي احنا شايفين في بروجرس اكتر وفي تقدم وفي حجم ايفنت بيتعمل بشكل ملحوظ جدا. السنه اللي فاتت كان في 7 انواع من السباقات، السنه دي في 11 نوع. احنا كفريق الفا ريسينج تيم حاملين لقب بطوله الجمهوريه في الراليات المصريه والرياضات الصحراويه، وبقى لينا كمان نشاطات تانية كمان في جميع أنواع الموتور سبورت، في الدريفت وفي السبيد. هنشارك إن شاء الله السنة دي في كذا نوع سباق، هنشارك في الرالي، هنشارك في الفور باي فور تشالنج، هنشارك في السبيد، هنشارك في الدراج، هنشارك في الدراج الموتوسيكلات، هنشارك في الدريفت إن شاء الله. فعندنا برضو أحداث كتيرة جدا، ويا رب إن شاء الله يبقى أسبوع جميل علينا كلنا إن شاء الله. يعني عايزين نعرف عدد الدول المشاركة في السباقات قد إيه؟ اعتقد انا ما عنديش العدد مظبوط، بس اعتقد حوالي 12 او 15، من 12 ل 15 دوله مشاركه، وفي حوالي 1500 حاضر متقسمين ما بين متسابقين وما بين ناس هيشاركوا في الباريت، او اللي هي اطول قافله في العالم ان شاء الله هتتعمل في الاسبوع ده. فاعتقد عدد كبير جدا، ما يعني ما كانش في موجود قبل كده الاعداد دي في كل السباقات المحليه اللي فاتت. طب يعني هل كده خلاص تم تقفيل الاعداد المشاركه، ولا لسه في يمكن فرق تانية يعني هتشارك في الفتره اللي جايه؟ بصي، هو في بعض السباقات اوريدي خلاص المنظمين اعلنوا ان هي خلاص مش هيقدروا يقبلوا عدد اكبر، لانه هم مربوطين بالتايمينج، ولكن في سباقات لسه ممكن في فرصه انه الناس تتاح ليها الفرصه ان هي تشترك في الفتره الحاليه. لسه اعتقد قدامنا كمان اسبوع يعني ممكن يلحقوا يشتركوا، خاصه الناس اللي بتشترك من بره. وبالمناسبه دي انا عايز اشكر الفريق المنظم وشركه بيس ار، ويعني والمهندس محمد سمير المدير التنفيذي للايفنت. الحقيقي هو ايفنت جامد جدا، وكان في مؤتمر صحفي اعتقد حضراتكم حضرتوه امبارح، كان مؤتمر راقي جدا، فيري لو بروفايل، حاجه تليق بمستوى الرياضه الموتور سبورت المصريه وتليق بالمتسابقين المصريين. فانا حابب اشكرهم، وطبعا السيد الوزير اشرف صبحي الداعم الاساسي والداعم الاب الروحي للموتور سبورت، وكذلك نادي السيارات استاذ وائل استاذ وائل نادي السيارات دايما بيدعم جميع الموتور سبورت. فاعتقد في مجهود كبير جدا بيحصل من كافه الاسماء اللي انا ذكرتها او يعني مش جايه على بالي، علشان يقدروا يدخلوا اكبر عدد متسابقين ممكن، ويقدروا يطلعوا بايفنت يبقى شكله ايفنت عالمي، يجذب السياحه، يجذب طاقات الشباب، بدل ما بيخاطروا بحياتهم في الشوارع ويسابقوا في الشوارع. لا بقى احنا من هنا بنقول انه لا، تعالوا الشباب كلها في فرص انك تقدر تشارك في سباقات، معايير الجودة والسلامة فيها عالية جدا جدا جدا، وبأكد على الحتة دي، لان احنا بنخلي اولادنا يشاركوا في السباقات دي، فلازم تكون السيفتي نمبر 1.
فدي دعوة حلوة جدا ان احنا نقول لكل الشباب تعالوا طلعوا طاقتكم في السباقات المنظمة دي، المنظمة اللي فيها سيفتي عالي، دعوة للعالم كله يشوف مصر من نظرة مختلفة. مهم جدا ان العالم يشوف ان احنا عندنا في مصر موتور سبورت، وموتور سبورت حقيقية وابطال عالميين. احنا معانا مشارك في الايفنت في بطل عالم مصري حقق بطولة العالم السنة اللي فاتت في مجال الدريفت، ففي ابطال وفي كوادر الناس لو شافتها، العالم لو شافها من بره مش هيتخيلوا ان في كم الكوادر الجامده دي موجوده في مصر. طيب أنا لو عايزة أو حد بيتفرج علينا دلوقتي وحابب إنه يشارك في الفترة اللي جاية يعمل إيه؟ طيب انا طبعا اي حد عايز يشارك انصحه الاول ان هو ينضم لفريق من الفرق الرياضيه زي الفا ريسنج تيم، او في اسامي تيمز كتيره فرق رياضيه، علشان يبقوا جايد ليه او يبقوا دليل ازاي ياخدوه ابتداء من تجهيز عربيه تسابق في نوع من انواع السباقات، لان كل نوع من انواع السباقات ليه تجهيزاته وليه الريجوليشن بتاعته الخاصه بالاف اي اي. زي ما احنا عارفين الاف اي اي هي زي الفيفا كده في الكوره، يعني هي المنظومه اللي بتتحكم في الموتور سبورت في العالم كله، فليها قوانين لكل نوع سباق، لكل شكل من اشكال المنافسات برياضات المحركات هي ليها ريجوليشن فيها، سواء من حيث السيفتي، سواء من حيث تجهيز العربيه والمواصفات الخاصه بيها. فانصح كل الشباب اي حد عايز يشارك في السباقات، سواء السباق ده او اللي بعديه، لان احنا ده مش السباق الوحيد اللي بيحصل في خلال السنه، احنا عندنا سباقات طول السنه بتحصل من منظمين كتيره جدا، وفي ايفنتس جامده جدا بتحصل طول السنه. فاشترك في فريق من الفرق الكبيره، هتقدر ان انت يعلموك ازاي تجهز عربيه للسباق، يعلموك يدوك تدريب كويس علشان ما تاذيش نفسك وما تاذيش حد، ويدلوك على الطريق المظبوط في الرياضه دي. نشكرك اللواء أمير يوسف، رئيس مجلس إدارة إليت جروب ومؤسس فريق ألفا ريسينج، بطل الجمهورية في سباقات الراليات المصرية ورياضات الصحراوية. نشكرك.